عليكم السلام وبركاته. يقول: ما هي قاعدة ضع وتعجل في الدين، وهل ما يتنازل عنه أو ما يتنازل عنه صاحب الدين غصبا عنه يأخذه يوم القيامة؟ نقول: ضع وتعجل هذه واردة في الصحيح، هذه واردة في الصحيح، أن اختصم رجلان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لأحدهما: ما بكما؟ قال: لي عليه دين. فقال: أتضع منه؟ قال: أضع منه كذا. فهذا فدفع إليه، فازم ضع وتعجل. يعني لو أن زيدا له على عمرو 100,000، فاختصم عند القاضي أو عند من يحكم بينهما، فقال: ما رأيك لو تضع عنه؟ فقال: أضع عنه 30 وآخذ 70. هذا معنى ضع وتعجل، يعني ضع شيئا من الدين وتعجل سداده الآن. أيوة، هذا معنى ضع وتعجل، هو يخصم من المال لكي يتعجل أن يسدده. فنقول هنا: إذا حدث ذلك فلا تقل قد غصبت على ذلك، خطأ هنا، يقول لك ما تنازل عنه غصب، لا، ما في غصب هنا جزاك الله خير. إما أن تريد أن تتقاضى وتنتظر حتى يحكم لك في ذلك، لكن ما وضعته لا يسمى أنك قد غصبت على ذلك، إنما حدث منك وأنت بالتراضي. فانتبه لمثل هذا. وعلى المسلم يعني أن يرفق بإخوانه، وإذا كان فيه اعتار أو فيه شيء من هذا فليتنازل عنه، وأن يخفض له شيئا من هذا الدين. لكن البلوى مو هنا، البلوى في من يأخذ المال ويجحد صاحبه، يأخذ المال ويجحد الإنسان ويقول له: ليس لك شيء عندي، أو لا تسألني عن شيء. وهذا يحدث كثيرا بين القرابات والشركاء والأزواج والزوجات والعمات والخالات، يحدث كثيرا مثل هذه الأشياء، صح شيخ أحمد؟ أيوة، يحدث كثيرا مثل هذه الأشياء. تلقى يأخذ من حرمته وتقول له الدين، يقول لها: ما لكيش عندي حاجة، بلط البحر. فالمرأة تخشى هنا إيش؟ تخشى الطلاق في الحالة هذه، فترضى على ما هذا. نقول: إن رضيت وخشيت عليه، أنت منتظرك هناك يوم يجعل الولدان إيش؟ شيبة. فلا بد أن تتحلل من هذا. وأنا أقول لكم يا إخواني، هذه مسألة والله إنها جدا مهمة. من الآن ينبغي أن نكتب وصايانا. الوصية موجودة على الإنترنت، تستطيع أن تطبعها في ورقة A4 أو أن تشتريها بريالين من المكتبة، وأن تكتب فيها كل شيء، كل صغير وكل كبير، لأنك إن قدمت على الله عز وجل أخي الحبيب سيسألك عن كل شيء، ويموت الإنسان وسره معه. كم من ميت مات فجاء الغرماء وقالوا: إن لنا عند أبيكم كذا، قالوا: ما عندنا بينة وما عندكم إثبات. وارتهن هو بدينه، الشهيد يغفر له إلا الدين. وفي الصحيح أنه قرب الجنازة فقال: عليه دين المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: علي دينه، الحارث بن ربعي، وكان ديناران، يعني قيمة شيء ليس من همة الناس. فكان النبي يسأله 3 ليال: أسددت أديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن أبرد على صاحبكم. ومر معنا حديث في مجلسنا هذا في الترغيب والترهيب في كتاب البيوع، في ذلك الرجل الذي راه النبي في المنام على باب الجنة محبوسا، فقال: من من آل فلان 3 فلم يجب. قال: أما إني لا أريد إلا خيرا، أخبروني. فقال: أنا. قال: إني وجدته محبوسا على باب الجنة في دين، فأدوا عنه. وكثير تأتي الرؤى، يقول لك: شيخ أبويا جوا سجن، يقول لك: شيخ أبويا عريان، يقول لك: شيخ أبويا عطشان، شيخ أبويا حران. إلا تشوف رؤية عشان تأيد رشد الدين أبوك، يعني جزاك الله خير، إلا أن ترى رؤية سجد دين أبيك. فلذلك اكتب يا أخوان مثل هذه الأشياء. وكما صح عن عز بن عمر: لا يبيتن رجل وله أمر ذي بال يوصي فيه ليلتين إلى وصيته تحت رأسه، يعني قريبا إيش؟ قريبا منه. تكتب كل شيء ما هو عليه. طيب، سائل كريم يسأل، يقول: